عايز اشوفها. اهدى بس اهدى. اهدى ايه؟ العفاريت كلها بتتنطط في وشي، مش شايفه وشي؟ هجيبها لك حالا. هي فين؟ هي فين؟ عايز اشوفها. مش ماشي لما اشوفها. انا هنا. انا هنا. هنا فين؟ انا هنا. حضرتك اهدى بس خالص واحكي لي كده ايه اللي حصل. خسرت الدوري ومشيت من النادي وما مسكتش المنتخب والعفاريت بتتنطط في وشي. طب اهدى بس، حضرتك اول لما جيت لي انا قلت لك انا ماليش في الكوره ولا ليا في العفاريت. اللي عندك ده عمل سفلي، صح يا استاذ الدولي ولا ايه؟ بتتمضي ليه؟ وقلتيلي اشتري حجارة وضيعتي راس مالي كله على الحجارة. عشان دويلي ترجع للكابتن فلوسه على داير المالين. انا بس عايز اسأل سؤال، يعني هو حضرتك خسرت 8 كنت بتلعبوا باسكت؟ لا كنا بنلعب بلي حضرتك. ومين الأخ؟ حلك عند الشيخ علاء الدين، ده بتاع الأعمال السفلية والعلوية يعني. بس لما تروح له ما تقولوش انك انت من طرفي يعني. هو هيحل لك كل مشاكلك. قبل الحل وشي ده اعمل فيه ايه؟ هو هيصلحولك. هو يصلحولي؟ وهيمسكني المنتخب؟ هيمسكك المنتخب. متأكدة؟ متأكدة. ولا دينا صبايا جديدة؟ لا 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 لا، تعالى بس معايا انا هديك عنوان. اتفضل. ماشي اتفضل. يلا يا استاذ شندوي. شاي، قهوة، إيه حاجة ساعة، عصير. ازيك يا ست منصورة؟ الله يسلمك. في حاجة حصلت ولا ايه؟ الصراحة خير؟ مش خير، أنا خايفة على فراولة قوي. فراولة ماشية في سكة آخرتها وحشة، ومهما بقى حاولت تبين لك إنها مش محتاجة لك ولا محتاجة منك أي مساعدة، فلازم تعرف بقى إنها محتاجة لك دلوقتي أكتر من أي وقت فات. والله أنا حاولت أساعدها، بس أساعدها إزاي وهي حاسة إن هي ماشية في طريق صح ما بتطلبش مساعدة؟ عمرها ما هتطلب منك مساعدة، عشان هي دي فراولة. من وهي قد كده بتعتمد على نفسها، ما بتطلبش من حد مساعدة خالص. فراولة اتربت مع أب طول عمره كان بيستغلها هي وأمها الله يرحمه، وعمرها ما قصدته في أي حاجة إلا وخلي بيها، فخلاص تعودت بقى إنها تعتمد على نفسها وتحل كل مشاكلها لوحدها، فمش هتيجي دلوقتي تقول لك ساعدني. أيوه عندك حق. أنا الحقيقة ما أعرفش كل ده عن فراولة. لو أعرفه من بدري كنت غيرت طريقة تعاملي معاها. متشكر إن أنتي جيتي، وأوعدك إن أنا هحاول أساعدها طبعًا. أنا فراولة تهمني جدًا ويهمني إنها تكون كويسة. سيء عليك النبي ما تسيبها. فراولة محتاجة كل اللي بيحبوها حواليها دلوقتي. ويا ريت بقى تخليها تشوف لها شغلانة غير الشغلانة دي خالص، تبعد عنها خالص. طب أنا مش فاهم، أنتوا ما حاولتوش تقولوا لها الكلام ده ليه؟ عشان أنا ودينا زقناها على الشغلانة دي زق. مش هينفع دلوقتي نقول لها تبعد عنها، بس انا عارفه انك من البدايه ما كنتش موافق عليها، مش مقتنع بيها، فانت الوحيد اللي هتعرف تخرجها منها. تسيبهاش والنبي. حاضر يا ستي، اتفضل. حضر لك الخير. حضر لك الخير. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.